وللمزيد من التحليل ينضم إلينا من إسطنبول الباحث المتخصص في الشأن المقدسي الدكتور عبد الله معروف. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس والذي عقد في القاهرة بمشاركة عربية وإسلامية ودولية رفيعة، كيف ترون أثر هذا المؤتمر على قضية القدس والمسجد الأقصى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني حتى اكون واضحا سيدي الفاضل، نحن في حاله قضيه القدس لا نبحث عن مؤتمرات رسميه فعليا لا تعطي اي قرارات يمكن تنفيذها. نحن نبحث عن شيء يعني يتم على الارض. الحديث عن اهميه القدس وعما يحدث في القدس وعن خطوره ما يحدث في القدس امر مهم جدا طبعا، وهذا لا باس به، ولكن المشكلة أن هذا الكلام عندما يصدر عن جهات رسمية يمكنها أن تقوم بأدنى حد على الأقل من الإجراءات في وجه الإجراء الأمريكي الأخير في باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال الصهيوني، أو تجاه دولة الاحتلال واعتداءاتها على المسجد الأقصى المبارك. عند ذلك لا يمكننا التعويل على هذه المؤتمرات. يعني اليوم صباحا أو أمس عفوا مساء صباحا اتخذ قرار من سلطة الاحتلال عندما تم اقتحام مكاتب الإعمار في المسجد الأقصى المبارك، وتم إبلاغ لجنة الإعمار بشكل رسمي من قبل شرطة الاحتلال بمنع التصليحات أو أي أعمال ترميم وتصليح وحتى ترقيب الأشجار داخل المسجد الأقصى المبارك. واليوم لأول مرة دخل بعض المستوطنين وأدوا صلاة شماية الصلاة الصهيونية بشكل علني بحماية الشرطة الإسرائيلية. وبالتالي نحن عندما نتحدث عن مؤتمرات ننتظر قرارات يتم تنفيذها وليس مجرد خطابات، خاصة عندما يصدر هذا الكلام عن مستوى سياسي على رأسه السيد محمود عباس وغيره من السياسيين العرب. دكتور، يعني وزير الشؤون الدينية في أندونيسيا قال في معرض كلمته بالمؤتمر إن الدفاع عن القدس واجب ديني وفريضة إنسانية. برأيكم ماذا تقدم هذه المؤتمرات للقدس؟ المؤتمرات التي تحدثنا عنها فعليا لا تقدم للقدس أكثر من يعني شعارات لم نرى منها فعليا أي شيء يتحقق على الأرض. كنا نتمنى من هذه المؤتمرات على باعتبارها على المستوى الرسمي أن تتخذ ولو قرار واحد، لا نقول بسحب السفراء ولا بغيره، بل على الأقل بتهديد يعني أو إرسال رسالة واضحة لأي دولة تحدث. هنا سيقولون لك نحن جهة إسلامية لا نستطيع أن نصدر قرارا ملزما لجميع الأطراف، يعني ما المفروض أن يفعلوا اليوم؟ عفوا، عندما أتكلم عن مستوى السياسي أنا لا أتكلم عن الأزهر فعليا. الأزهر استضاف بعض الدول الحكومات العربية والإسلامية، وبالتالي يعني الأزهر يمثل اليوم قاعدة علمائية صح التعبير كبيرة ومهمة جدا، ويمكنها التأثير على صانع القرار. عندما يأتي صانع القرار ليخطب فينا يعني فعليا وهو صانع قرار ليخطب في مؤتمر للأزهر ويتحدث عن خطورة ما يجري في القدس، عند ذلك يتحول إلى محلل سياسي وليس إلى صانع قرار. نحن ننتظر ونتمنى، كنا نتمنى من مثل هذه المؤتمرات، يعني سواء هذا المؤتمر أو الذي سبقه فعليا مؤتمر يعني منظمة التعاون الإسلامي، أن تتخذ ولو قرار فعليا رمزي، ولو قرار واضح في يعني بقطع العلاقات مع أي دولة تحدو حد الولايات المتحدة. لن نتكلم عن نتكلم عن الدول الأخرى يعني التي تحذو حدود الولايات المتحدة. هذا الكلام كان يمكن أن يفرغ قرار الولايات المتحدة من قوته فعليا، ولكن حتى الآن لم يتخذ حتى ولو مجرد استدعاء للسفراء في هذا الجانب، وبالتالي لا يمكننا التعويل على هذا. الكل يعلم أن المملكة الأردنية الهاشمية هي من تدير شؤون المقدسات في فلسطين والقدس خصوصا. برأيكم كمتخصصين في الشأن المقدسي، هناك جدلية حول زيارة الأقصى وأنها محل خلاف، فتحها اليوم وزير الأوقاف الأردني مصرحا أن زيارة الأقصى ليست تطبيعا، كيف يراها الفلسطينيون؟ سيد الفاضل، في هذه القضية يعني أنا بالنسبة لي رأيي في هذا الموضوع، يعني نحن نعتبر أن أي قضية يعني من هذا الجانب ينبغي أن لا تنجر أمتنا إلى تحويل القضية المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك من قضية حديث عن التحرير إلى حديث عن الزيارة. وهذه هي إشكالية هذه الدعوات، أنها تحول الحديث كله كأن القضية هي قضية زيارة في المسجد فقط، وإنما لا، الواقع أن المسجد الأقصى تحت الاحتلال ويعني ويخضع يوميا لإجراءات الاحتلال الصهيوني، وبالتالي واجب الحديث عن التحرير وليس الزيارة. فيما يتعلق بالحديث عن زيارة المسجد الأقصى المبارك والدخول إلى مدينة القدس، نحن هنا نتحدث عن كل حالة تعامل على حدة، وأنا شخصيا أتكلم دائما بشكل واضح في أن أي حالة
هنا عاملها على خداع على حسب الإجراء الذي سيقوم به الشخص داخل المسجد الأقصى المبارك. إن كانت هذه الزيارة يعني فقط لمجرد الصلاة في المسجد الأقصى وإعمار في الصلاة في المسجد الأقصى في غنى عن هاتين الركعتين، لا يحتاج إلى أناس تأتي وتصلي ثم تخرج، يعني مثلها مثل السياح المهذبين بين قوسين. نحن نحتاج فعليا إلى أشخاص إذا أرادوا أن يأتوا إلى المسجد الأقصى ويقفوا في وجه الاحتلال الصهيوني كما وقف أهلنا اليوم في وجه المحتلين وأخرجوهم بالقوة من باب الحديد، عند ذلك نقول أهلا وسهلا ومرحبا لمن يريد أن يقف ويكبر ويصرخ في وجه الاحتلال ويطردهم بالقوة من داخل الاحتلال، أما من داخل المسجد الأقصى. أما أن يأتينا شخص ليصلي برعاية الاحتلال الصهيوني وبموافقة الاحتلال الصهيوني فهذا ليس مرحبا به فعليا في القدس، لأنه فعليا سيكون محافظا إن صح التعبير على الصورة الناصعة التي يمكن أن يعطيها الاحتلال الصهيوني خوفا من أن يمنع من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك. الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال خلال كلمته في المؤتمر عن أو إشارة إلى مؤامرة كبرى تحصل تستهدف القدس، برأيكم من كان يقصد في هذه الكلمة؟ والله سيد الفاضل يعني سيد محمود عباس لا أظن أنه يقصد أحدا فعليا معينا، لأن السيد محمود عباس هو جزء من المشكلة وهو ليس أهلا لأن يوصف مشكلة القدس. أما محمود عباس هو أصبح الآن بشكل واضح جدا هو جزء من المشكلة التي تعاني منها مدينة القدس والتي يعاني منها شعبنا في فلسطين. السيد محمود عباس لم يسمح لأهلنا في الضفة الغربية لكي يردوا فعليا بالشكل المتعارف عليه شعبيا منذ الانتفاضة الأولى على جرائم الاحتلال الصهيوني. السيد محمود عباس يعني ما زال يعني مع كل ما حدث ما زال يمسك بكل قوته بالخيار الذي يعتبره الخيار الوحيد والنهائي الذي اختاره لنفسه فعليا ولسلطته التي انتهت فعليا يعني الحاجة إلى وجودها في الضفة الغربية، وهي مجرد المفاوضات والتفاوض 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 على لا شيء. الآن الاحتلال الصهيوني أخرج قضية القدس، ماذا بقي فعليا بعد أن أخرجت قضية القدس؟ سيد محمود عباس تنازع عن قضية اللاجئين وبالتالي لا يحق له أن يتحدث عن مؤامرة، لأنني أعتبر شخصيا أنه جزء من هذه المشكلة وجزء من هذه المؤامرة فعليا. نعم، الباحث المتخصص في الشؤون المقدسية الدكتور عبد الله معروف كنت معنا، شكرا جزيلا لك.